السلام عليكم ورحمه الله مشاهدينا الكرام. الاسبوع الماضي تحدثنا حول الذكرى الثانيه لعاصفه الحزم والتدخل العربي في اليمن. في اليوم التالي لحديثنا من الحلقه كان هناك حديث اخر بهذه المناسبه هو حديث الانقلابيين انفسهم. الانقلابيون احتفلوا بهذه المناسبه بطريقتهم الخاصه. جمعوا الناس الذين يتحصنون خلفهم دائما والقوا عليهم الخطب والشعارات وحقنوهم بمزيد من الاوهام والاحقاد لكي يصبحوا اكثر شراسه واستعدادا للتضحيه بانفسهم في سبيل اسيادهم. لكن اهم رساله اراد الانقلابيون ارسالها من خلال ذلك الاحتشاد في ميدان السبعين هي انهم ما زالوا اقوياء واكثريه بعد عامين من عمليات التحالف العربي ضدهم، هذه هي الرساله. وهذا من وجهه نظرهم ونظر مؤيديهم يمنحهم الشرعيه للسيطره على البلد وعدم تقديم تنازلات تنهي الماساه التي صنعوها بايديهم من اجل مصالح سلاليه واسريه ضيقه. عن دلالات هذا الحشد او الحشر وما دار حوله من كلام وعن حقيقه الخطاب الديني الذي برز فيه والذي تم توظيفه لصالح هذه المشاريع الضيقه وعن شخصيه الفرعون وجماهير الفرعون، سيكولوجيه الفرعون، سيكولوجيه جماهير الفرعون، سيكون حديثنا لهذه الحلقه. اذا كنت زعيم عصابه وصاحب سوابق كبيره وأصبحت مطلوبا للعدالة فأمامك أحد طريقين إما أن تسلم نفسك للعدالة وتوفر عليها وعليك التعب وإما تعمل فيها بطل وتقاوم العدالة حتى النهاية علي عبد الله صالح والإمام الحوثي اختاروا الطريق الأخير اختاروا طريق مقاومة العدالة قرروا أن يقدموا أنفسهم كأبطال في مواجهة عدو افتراضي صنعوا عدو وقدموا أنفسهم أبطال لكنهم طبعا ما كرروا هذا إلا بعد أن وجدوا أتباع وأنصار مستعدين للتضحية في سبيلهم الأتباع الذين يخلقون الطاغية ويخلقون المستبد ويكونون سببا في استمرار الحروب هم سر المشكلة هؤلاء الاتباع يضحون في سبيل من في سبيل المشاريع الصغيرة لا في سبيل الوطن طبعا هم يسموه الوطن لكن الوطن بالنسبة لأفراد العصابة ليس إلا العصابة نفسها العصابات ليست على مستوى واحد هناك عصابات تقليدية قديمة أعضاؤها يعرفون أنهم أعضاء عصابة ويعترفون بذلك لكن هناك عصابات مدر أعضاؤها يحاولون يقدمون أنفسهم بإعتبارهم أصحاب قضية شريفة يعني مثل الرقاصة اللي تسمي نفسها شريفة فاضل تسميها رقاصة عشان ما نقولش حاجة ثانية من هذا النوع الأخير عصابة الانقلابيين بشكيها الإمامي والعكفي هذه العصابة التي فعلت في اليمن ما لم يفعله الشيطان نفسه يعني قالوا الشيطان مطنن باللهجة اليمنيه هذه العصابة تحاول بكل وسيلة تحصين نفسها تحاول تحصين نفسها من السقوط خلف خلف الجماهير الجماهير التي غيبت وعيها واحساسها بآدميتها طوال فترة حكمها وبين فترة وفترة تقوم هذه العصابة بحشد الناس في الميادين لتبعث رسالة رسالة للخارج ورسالة للداخل بأنها محصنة وقوية العصابة محصنة بالجماهير ومن حقها الاستحواذ على الدولة وعلى مصائر الناس ما دام معها هؤلاء الأتباع وما دام هؤلاء موجودين على في الحروب والأحجار الغشيمة كما يسمى تسميهم الماسونية ما داموا موجودين فمن واجبها أن تستمر في خيار الحرب حتى تحصل على ما تريد هكذا تفكر العصابة وهناك من البسطاء أو من الخبثاء من يقول يعني من يصدق هذه الرساله ويقول ما دام مع العصابه الجماهير وانصار فلماذا لا تعترفون بها؟ لماذا لا تعترفون بالعصابه ما دامت لديها انصار ولديها مشجعين؟ وغالبا ما يكون صاحب هذا الصوت من اصحاب القيم الرخوه وهنا تكمن المشكله لأن اصحاب القيم الرخوه لا تستطيع ان تخاطبهم لا تستطيع ان تخاطب هذا الصنف بمنطق القيم ما الذي ستقوله؟ إذا قلت له هذه عصابة بالمفهوم القانوني للعصابة وليس بالمفهوم اللغوي والعصابة مهما كبرت واتسعت تظل عصابة لا شرعية لها يقول لك هذا رأيك هذا رأيك ويذهب يفكك صورة القضية ليقنعك بأن الحقيقة مفككة وغير صلبة هذا معنى التفكيك التفكيك هو تفكيك الصورة، صورة القضية وليس الحقيقة. لكن هو بيحاول يوهمك انه بيفكك الحقيقة نفسها من وراء الصورة اللغوية للحقيقة. ويحاول يقنعك ان الأطراف كلها تشبه بعضها ولا فرق بينها إلا في الدرجة، ها هذا شغل التفكيك. كل الأطراف زي بعضها، المعارضة مثل السلطة، والشرعية مثل الانقلاب، والثوار مثل الحكام، والحق مثل الباطل. وإذا في فروق فهي فروق بسيطة فروق في الدرجة طبعا يدخل في هذا التلاعب مفهوم الأكثرية والأقلية يقول لك إذا كنت يعني إذا كنتم ديمقراطيين كما تقولون فعليكم القبول بالانقلابيين هذا خطاب جماعات التفكيك إذا كنتم ديمقراطيين فعليكم القبول بالانقلابيين لأنهم إما أكثرية أو أقلية إذا كانوا أكثرية فالسلطة من حقهم وإن كانوا أقلية فمن حقهم أن يكونوا شركاء في السلطة طبعا صاحب هذا الصوت يتجاهل أمور يحاول القفز فوق عدد من الحقائق الحقيقة الأولى أن الشرعية تميز بين الانقلاب والانقلابيين الشرعية ليس لديها مشكلة أن يبقى الانقلابيين أو أن يبقى الانقلابيون كمواطنين وشركاء في الحياة السياسية بعد محاسبة من يستحق الحساب طبعا على الجرائم التي اقترفت هذه ليست مشكلتنا مشكلة الشرعية المشكلة في نظر الشرعية أن يبقى الانقلاب الانقلاب نفسه وليس الانقلابيين هذه حقيقة يحاول يحاول التفكيكيون القفز عليها الحقيقة الثانية والأهم أن جدل الأكثرية والأقلية هذا يأتي بعد الدستور وليس قبل الدستور لا يصح الحديث الآن عن الأكثرية والأقلية هذا كلام يأتي بعد الدستور لماذا؟ لأن الدستور دستور الدولة ينبغي أن يقوم على مبدأ التوافق بين مختلف القوى الاجتماعية والوطنية التوافق والتوافق غير معيار الأكثرية يعني ما هو زي الانتخابات ما هو مثل الانتخابات الدستور يقوم على التوافق يتوافق عليه تتوافق عليه القوى الصغيرة والكبيرة التوافق ينتج دستور والدستور المتوافق عليه هو الذي يفصل موضوع الأكثرية ويفصلها يفصل فيها ويفصلها ما للأقلية وما للأكثرية من حقوق وواجبات وعلاقة بالسلطة إذا هو التوافق وليس الكلاشنكوف والدبابة وهذه هي نقطه الصراع الحقيقيه بين الشرعيه والانقلاب الانقلاب يريدها بمبدا القوه والشرعيه تريدها بمبدا التوافق وهؤلاء هؤلاء الانقلابيين انقلبوا على التوافق التوافق الذي تم في مؤتمر مؤتمر حوار وطني تاريخي ليس له نظير في تاريخ المنطقه وفي تاريخ اليمن هؤلاء لا يجوز التسامح معهم باعتبارهم مجرد فصيل سياسي هكذا. هؤلاء مجرمون اقترفوا جريمه في حق البلد واختطفوا اراده الناس واختطفوا المشروع السياسي ويريدون اختطاف المستقبل بايديهم. اذا ليس الحشد والكثره الجماهيريه هي المعيار الذي يمنح الطرف السياسي هذا الطرف السياسي او ذاك الشرعيه بل القيم التي احتشد الجمهور من اجلها القيم فما هي القيم التي احتشد حولها انصار الانقلاب في السبعين يا ترى ومن هم انصار الانقلاب في المقام الاول من هم ما طبيعتهم دعونا نعرف الاجابه من احد خطباء الحشد هناك خطباء خطبوا وتحدثوا بسم الله وباسم الوطن في ميدان السبعين، احنا حناخذ عينات بسيطه من هذا الخطاب ونعلق عليها علشان نتعرف على طبيعه الجمهور والاتباع والانصار والمشروع والقيم التي تقف وراءهم، هذه عينه من كلامه ثم نعود. بالله عليكم يا علماء الامه الم تسالوا انفسكم يا علماء المسلمين باي ذنب. يقتل الشعب اليمني خلال عامين بأي ذنب يقتل أبناء اليمن وأطفال اليمن بأي آية في كتاب الله آل سعود دماء الشعب اليمني طبعا نحن لن نتطرق إلى السيرة العملية للخطيب المحموم وتهم الفساد التي عليه وسنكتفي فقط بالتعليق على منطقه يتساءل هذا الرجل الصالح وهو خطيب جمعه بالمناسبه يعني يعتلي المنابر يتساءل باي ذنب يقتل الشعب اليمني من قبل التحالف ويسال يسال العلماء باي ايه في القران استباحت السعوديه دماء اليمنيين ويذكرهم بقول الله من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا الإيمان بيخر من الرجل الصالح ونحن بدورنا نتساءل أين كان ضمير هذا الرجل الصالح عندما استباح علي صالح دماء اليمنيين في جمعة الكرامة واستباح ثرواتهم ودولتهم وجمهوريتهم ووعيهم ونظامهم الأخلاقي طوال ثلاثين عاما أين كان؟ أين كان ضمير هذا الرجل الصالح بأي آية في القرآن الكريم استباح علي عبد الله الصالح دماء اليمنيين ومقدراتهم طوال الثلاثين سنة الماضية أو أكثر من ثلاثين ولماذا لم يتذكر هذا الخطيب المحموم آية من قتل نفسا بغير نفس يوم قتل سيده وربه علي عبد الله الصالح الشباب في الساحات ويوم اختطف من اختطف وعذب من عذب أين كان ضمير هذا الرجل الصالح عام 2011؟ تعالوا نشوف إن كان الأمس القريب كادت محاسن علي عبد الله صالح كادت أن تمحى وتنسى وتدفن وتضمس كادت محاسنه وإيجابياته وقيراته وقدماته لهذا الوطن أن تدفن لكن فيض الله لإحيائها حسود بلسانه حسود بفعله حسود بقلبه، حسود بمخططاته قيض الله لها لسان حسود، لكن علي عبد الله صالح بالامس القريب لم يقيض له حسود واحد بل حسودان حقودان اثنان الاول في قناه السعيده والثاني في قناه الحره فكانت اراده الله عز وجل اقوى من سقطات السنتهم. هذا خطاب من منبر مسجد هذه هي المساجد التي قيل فيها فلا ولا تدعو مع الله أحدا هذه إذن هي قضية الخطيب خطيب السبعين قضيته الحقيقية هي علي عبد الله صالح فقط قضيته فرد فاسد يعتاش على مائدته الفاسدون من كل صنف لكن اليوم اليوم الخطيب هذا نفسه ما يقدرش يتكلم ولا يردد اسم علي عبد الله صالح في ميدان السبعين صراحه مثل ما كان يردد في منبر الجامع عام 2011 لماذا لان السياسه تحتاج شويه كياسه السياسه كياسه السياسه تقتضي ان يذكر الوطن على لسانه وهو يضمر علي عبد الله صالح في قلبه لان الوطن عندهم علي عبد الله صالح ليس غير الوطن هو علي عبد الله صالح وعلي عبد الله صالح هو الوطن بس المساله مساله ترجمه مرة يسموها الوطن ومرة يسموها علي عبد الله صالح هؤلاء هم خطباء الفراعنة ولسانهم إلى الناس وإذا كان خطيب القوم على هذه الشاكلة فكيف بالمخطوبين الخطيب الصالح اليوم لا يتساءل من الذي أوصلنا إلى هذه الحال هذا ما هوش معني بالأسئلة هذه من, من الذي انقلب على التسوية السياسية ومؤتمر الحوار الوطني الذي كان عضوا فيه هو كان عضو في مؤتمر الحوار وكان يبدو كحمامة سلام مع أنه في عام 2011 كان يتساءل انظروا من الذي يرفض المبادرة كان يصرخ بطريقته المحمومة المعتادة انظروا من الذي يرفض المبادرة خلونا نسمع علشان نعرف كيف كانوا يتلاعبون بي بي بعقول الناس من الذي يرفض المبادرة الخليجية؟ من الذي يعلنها صريحاً؟ امام وسائل الاعلام وامام العالم اجمع ويصر على الاعتصامات وعلى المظاهرات وعلى التخريب وعلى الفوضى وعلى العنف وعلى قطع الطرق والسبل وايذاء المواطنين من الذي يرفض المبادره سواهم انهم اعلنوها صريحه بانهم سيستمرون في دعم الاعتصامات والآن هل يستطيع هذا الخطيب هذا الرجل الصالح أن يتساءل من الذي انقلب على المبادرة الخليجية اليوم؟ وانقلب على مؤتمر الحوار الوطني وانقلب على التسوية بكاملها؟ طبعا لا ما يقدرش بالنسبة لرجل الأمن الصالح فإن استمرار الثوار في اعتصامهم يعد انقلابا على المبادرة الخليجية أما اجتياح المدن بالدبابات واعتقال الشركاء ومطاردة الرئيس المتوافق عليه بالطائرات هذا أمر لا يستحق الذكر ولا يتحرك له ضمير هذا المخبر الصالح هذا بالنسبة لخطيب المخلوع فماذا عن خطيب السلالة الذهبية؟ لأنه كسموها كسموا الخطابة بين خطيب المخلوع وخطيب السلالة هكذا تقسيم الوطن يعني شمس الدين شرف الدين هذا هو اسمه اسم الوحدة يعني يحتاج وقفة تلا كلمة سماها كلمة علماء اليمن تحدث عن جرائم التحالف في سفك الدماء وانتهاك الحرمات وعن الاحتلال الأجنبي والمرتزقة وبقية هذا الطقم المعروف من الكلام الطقم الصيني هذا من الكلام حق الإنقلابيين وطبعا كالعادة هؤلاء لم نسمع لهم نفسا عندما كانت ميليشياتهم تسفك الدماء دماء اليمنيين من دماج إلى صنعاء وعندما كانت وما زالت تنتهك الحرمات تفجر البيوت تفجر المساجد جماعة الدينية تفجر المساجد ما سوتهاش جماعات بوذيه وهندوسيه وتعذب المعتقلين الاسرى والمعتقلين الذين لهم في الشريعه الاسلاميه كل التقدير والاحترام يعذبون في سجون جماعه دينيه وتفعل ما هو منكر في كل الشرائع السماويه والارضيه دعونا نستمع الى خطيب السلاله في هذا المقطع كما نوجه رسالتنا الى اخواننا الذين بغوا علينا وخرجوا من احضان بلدهم حين وعدهم الشيطان ومناهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا وندعوهم الى النفير العام ورفد الجبهات بالرجال والمال والسلاح لمواجهه هذا العدوان الظالم قال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين الخطيب يعتقد ان الشيطان هو الذي اخرج اليمنيين من اليمن وهذا صحيح لانه الانقلاب بشياطينه جميعا هم الذين اخرجوا اليمنيين من اليمن هؤلاء المهجرين والمطاردين وحكومه حكومه المنفى و, و, و من الذي اخرجهم الشياطين نحن معك في هذا لكن من اللي ادخل الانقلابين صنعاء وعمران الملائكه هل هي الملائكة التي أدخلتكم؟ الملاحظ أن الخطيب أتى بآيات عديدة في 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 خطابه يعني الخطاب بالكامل، أتى بآيات وظفها في السياق الذي يريد. انتكى انتكاء الآيات التي تعجبه. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذه آية عجبته، لكنه تجاهل عمدا آيات أخرى كانت أنسب للسياق. تجاهل آية الحجرات. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي قاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. هذه آية موجودة في القرآن ويعلمها الخطيب يعرفونها جميعا جميع هؤلاء الذين صاغوا البيان. والطريف الطريف أن جميع خطباء الإنقلاب تقريبا لم يعودوا يذكرون هذه الآية على ألسنتهم. آية الحجرات بطلوا يتكلموا فيها. لانهم لانها تفضحهم وتكشف بغيهم وزيفهم هم يعلمون يقينا انهم هم الذين بغوا على اخوانهم في الوطن وفي الدين وهذه الطريقه الانتقائيه للايات هي طريقه احتيال عمليه مونتاج كما يسمونها في في مجال التلفزيون مونتاج اظهر ايه واخفي ايه بحسب منفعتي ومصلحتي ترك ما هو محكم واضح وهو الانقلاب على الشرعيه وعلى الاتفاقات وذهب يتحدث عن ما هو متشابه وظني التحالف والاعتداء على اليمن كما يقول ذكر الخطيب ايضا في كلمته الفاظ الاحتلال والوصايا الاجنبيه والارتزاق واشياء اخرى لكنه ايضا تجاهل بذكاء الحديث عن الاستعانه بالاجنبي كما كانوا يرددون في بدايه الحرب، في بدايه الحرب كان الحديث الدائم لهم كيف نستعين بالاجنبي، كيف يستعين هؤلاء بالاجنبي؟ ضد ابناء وطنهم، مهما كان ابناء الوطن مجرمين لا ينبغي ولا يجوز ان نستعين عليهم بال... بال... بالاجنبي، وطبعا هذا كلام له في الدين وله في السياسه، هذا كلام في التهريج لانه تاريخ السياسه كله تاريخ الاستعانات، كانت بعض الشعوب تستعين بملك مجاور من دوله اجنبيه وتنصب عندها ملك حتى يكون يعني كما حدث لفرنسا مثلا الفرنسيين استعانوا بملك ربما نمساوي ونصبوه ملكا في فرنسا فما بالك بأن تستعين بدولة لغيرها طبعا بطلوا يتكلموا في حكاية هذول الحديث عن الاستعانة بالأجنبي لماذا؟ لأنهم باتوا يدركون أن هذا الباب لو فتح سينكشف فيه المستور ما هو المستور؟ ليس هناك قوه سياسيه في اليمن الا وقد استعانت بالخارج في يوم من الايام الجمهوريون استعانوا بالمصريين في عام 62 الملكيون استعانوا بالسعوديه واستعانوا بمرتزقه اوروبيين وغير اوروبيين علي صالح استعان بالسعوديه عده مرات اخرها كان في حروب صعده لماذا اصبحت الاستعانه بالسعوديه حرام على الشرعيه؟ لماذا اصبح من الممنوع على الشرعيه ان تستعين باشقاء لحمايه اليمن من اطماع ايران؟ ومن المشاريع الصغيره، وعلى ذكر الاستعانه بصديق كان الاستاذ خالد الرويشان قد نشر في صفحته الاسبوع الماضي وثيقه وصفها بانها اخطر وثيقه يمنيه، هي عباره عن برقيه بخط الإمام يحيى أو خط الإمام أحمد حميد الدين عفوا يلتمس فيها الإمام أحمد من الملك السعودي آنذاك أن يبعث بطائرتين حربيتين أو أكثر لقصف الشهيد الثلاية وزملائه الانقلابيين في تعز حدث هذا بالمناسبة للمفارقة في شهر مارس نفس الشهر الذي ضرب فيه الذي كانت فيه عاصفة الحزم في شهر مارس من عام 1955 بعث الإمام أحمد امام المسلمين في اليمن بعث ببرقيه الى الملك السعودي ملك الوهابيه يطلب فيها ضرب الانقلابيين اليمنيين في تعز والوثيقه نشرها اللواء محمد علي الاكوع في كتابه شخصيه الامام احمد حميد الدين كما ذكر الاستاذ خالد الرويشان نسمع ماذا طلب الامام من جلاله الملك كما يسميه حضرت صاحب الجلاله الاخ الملك سعود المعظم قد سبق اليكم ما حدث لدن اخيكم وتجدد ان احد ضباط الجيش قبض عرضية المدفعيه ويقول انهم سيرمون البيوت التي فيها العائلات والاولاد بالمدافع فاذا كان من الممكن ورايتم يا جلاله الاخ قيام طائرتين او ثلاث من طيران جلالتكم الحربيه وفيها بعض القنابل تلقيها على عرض المدفعية بتعز وهو المقابل العرضي النظام من جهة الشرق وسيخابر اللاسلكي إلى الطائرة ويوضح له فإذا تيسر هذا لجلالة الأخ ورأيتموه حسنا فذاك والبلاد واحدة والله يحفظكم ويبقيكم ذخرا والسلام ما حكم الإمام الذي يبعث ببرقية لملك سعودي ويرجوه أن يكصف أبناء بلده ما حكم الامام الذي يخاطب ملك الوهابيه كما يسمونه الداعشيه التكفيريه ويصفه بجلاله الملك المعظم؟ ننتظر الاجابه من عبد الملك الحوثي شخصيا مشاهدينا الكرام سنذهب لفاصل قصير ثم نعود لاستكمال حديثنا. مرحبا بكم من جديد امثال هذه الحشود التي تحدثنا عنها في المحور الاول تترك لدى بعض الشباب اسئله محيره مثل لماذا يحصل المجرمون في بلاد المسلمين على حمايه اجتماعيه؟ لماذا يجد المجرمون محاضن اجتماعيه؟ لماذا يقاتل من اجلهم الناس الناس البسطاء الذين هم اول المتضررين من وجودهم هؤلاء هذه الجماهير هؤلاء الناس خرجوا ليقولوا للحرب استمري فلماذا يطلبون استمرارها وهم وقودها وهم المتضررون منها في المقام الأول طبعا هذا على افتراض أن أكثرية الذين خرجوا للسبعين هم من الناس العاديين احنا بنفترض هكذا افتراض وليسوا موظفين أمنيين ولا عساكر في ميليشيا المخلوع ولا سلاليين منتفعين من الوضع القائم يعني وهؤلاء كلهم يعني هم كثرة في الموجودين في صنعاء وكنا قد تحدثنا في حلقات سابقة عن مشكلة الجمهور كما وصفها علماء النفس ووصفها الفلاسفة وتحدثنا كيف يتم تزوير وعيهم وتحويلهم إلى قطعان آدمية وذكرنا الاستراتيجية العشرة شومسكي في هذا السياق هذه المرة سنحاول تحليل هذه المشكلة لكن من منظور من منظور ديني لماذا؟ لأن الخطاب الديني الآن اشتبك مع الخطاب السياسي وما تقدرش تفصل بينهم بسهولة يعني إذا تحدثت اليوم عن السياسة بدون ما تتحدث عن الدين فأنت بتقصر في حق في تحليل المشهد. القرآن مثلاً يقدم فرعون موسى كنموذج للحاكم المجرم الطاغية. وفرعون موسى هو رمسيس الثاني كما تقول الأدلة التاريخية والآثارية. احنا هذا اليوم بنتذكر فرعون كثير لانه الحكام العرب هذولا والقاده العرب المستبدين هم اشكال اشكال فرعونيه مستنسخه أه ثم يقدم القران تفسيرا طريفا لطاعه المصريين لفرعون يقول انه استخف قومه فأطاعوا فاستخف قومه فاطعوه يعني فرعون وجد قومه خفافا في ميزان القيم القيم الساميه خفافا في ميزان العلم والوعي والانسان لما يكون خفيف في ميزان الحق والخير والعلم يصبح ريشه في مهب السياسات الفرعونيه ولهذا يتعمد الفراعنه تجهيل شعوبهم والخسف بوعيها حتى يستثمروا طاعتهم لانهم فاهمين الشغله هذه فاهمين انه لما يكون الشعب خفيف خفيف في ميزان العلم في ميزان الوعي في ميزان الكرامه في ميزان في ميزان الحريه في الوعي السياسي يصبح شعب مطاوع وسهل الانقياد لكن لماذا لم يفهم أنصار علي صالح وغيره وغيره من الحكام الفراعنة هذا الكلام مع أنهم يقرؤون القرآن ويسمعونه بصورة شبه يومية لماذا لم يفهموا الجواب لأن الخطاب الديني قدم شخصية فرعون بطريقة قاصرة خطابنا الديني قدم شخصية فرعون وكأنه شخصية أسطورية يصعب تكرارها في الواقع. شخصية فوق واقعية ولهذا تجد المسلم البسيط يلعن فرعون القرآن، فرعون الموجود في القرآن ويحب فرعون الموجود في الواقع. لماذا؟ لأنه يتصور أن فرعون موسى هذا شخصية فوق واقعية كما قلنا، شخصية أسطورية وأنه شر خالص ليس فيه نقطة ضوء بينما علي صالح وبشار والكذافي هذه شخصيات فيها خير وفيها شر وبالطبع هذا كلام هذا وعي زائف لماذا؟ لأن فرعون موسى شخصية واقعية تماما أعني بواقعية أنها شخصية لديها إيجابيات وإنجازات مثل ما لديها سلبيات هو حاكم حاكم يعني مثل كل حكام التاريخ والقرآن لم يختر ذكر فرعون بوصفه اسوأ حاكم في التاريخ، لا هناك من هو اسوأ منه بكثير هناك من هو اسوأ من رمسيس الثاني حاكم مصر بكثير وانما ذكره القرآن في سياق الحديث عن قصة موسى وبني اسرائيل قصتهم مع الحاكم الطاغيه صحيح ان القرآن سلط الضوء على سلبيات هذه الشخصية كثيرا لأسباب تتعلق بطريقة القرآن الخاصة في عرض التاريخ له طريقة القرآن خاصة في عرض القصص التاريخي فسلط الضوء أكثر على جوانب القصور وعلى سلبيات رمسيس الثاني لكنه القرآن ترك لنا بعض الأسرار بين السطور كما ترك لنا حرية إكمال الصورة من المصادر التاريخية والأثرية أركولوجية فماذا لو اجرينا مقارنه سريعه مثلا بين فرعون موسى وعلي عبد الله صالح؟ تجربه خلونا نسوي تجربه نشوف من هو من هو الفرعون الحقيقي، من منهما اكثر فرعنه من الاخر؟ نجرب. لا ابالغ اذا قلت اننا لو قارنا بين ظاهره فرعون فرعون موسى رمسيس الثاني وحالة حاكم عربي فاسد مثل علي عبد الله صالح مثلا فإن المقارنة في أكثر جوانبها ستكون لصالح فرعون بدون مبالغة سواء على مستوى الإنجاز أو على مستوى الشخصية يعني على سبيل المثال فرعون موسى فوق أنه كان شخصية مثقفة بإعتباره ابن ملك من أسرة مالكة طبيعي يكون مثقف بشكل ما فوق أنه كان شخصية مثقفة فقد ورث الحكم عن أبيه ولم يقفز إلى السلطة بطريقة غير مشروعة لم يشارك في اغتيال فرعون سابق ولا جال السلطة بمساعدة دولة أجنبية ضمن صفقة صفقة مشبوهة من نوع ما هذا فرعون فرعون طوال النصف الأول من فترة حكمه خاض حروبا ناجحة من أجل تأمين حدود مصر دولته التي يحكمها من الاطماع الاجنبيه يعني حارب الحثيين في الشمال اللي كانوا موجودين في تركيا حارب الليبيين في الغرب حارب النوبيين في الجنوب وامن حدود مصر بالكامل وكانت امبراطوريه في وقتها هي اوسع امبراطوريه في العالم علي صالح فرط في حدودنا القوميه البحريه والبريه باع من اراضي اليمن ما باع وقبض الثمن لجيبه الخاص واهمل حقوق اليمن في البحرين العربي والاحمر لدرجه ان شركات الصيد كانت تاتي من اليابان وشرق اسيا ومصر للاصطياد في المياه الاقليميه اليمنيه وتعبث بالاحياء البحريه وتدمر الشعاب المرجانيه التي تحتاج لمئات السنين للعوده دون حسيب او رقيب، كان البحر مفتوح لجميع العابثين تقريبا. بل ان هذا الرجل هذا الحاكم لم يستطع حتى حمايه جزيرتين في عرض البحر من اطماع دوله ضعيفه مثل اريتريا اريتريا هذه اللي كانت دولة ضعيفة صغيرة هزيلة رئيس جمهوريتها كان موجود عندنا في الصافية كان يأخذ راتبه من علي عبد الله صالح وهناك ملف ضخم عن تفريض علي صالح في مصالح اليمن من أجل مصالحه هذه نقطة أخرى لصالح فرعون فرعون موسى هو صاحب أكبر نهضة عمرانية في مصر القديمة. تفوق على كل الفراعنة الذين سبقوه والذين لحقوه، طبعا قبل من الفراعنة حوالي 2000 سنة. لكن هذا الفرعون تفوق على الجميع. لأنه بنى مدن مدن مخططة. بنى مدينة رمسيس في الدلتا، مدينة الفيوم في في الغرب على الاقل مدينتين وعشرات المعابد وعشرات التماثيل والمسلات التي تعد يعني مصدرا للدخل القومي اليوم، اليوم ما زال فرعون الى اليوم بيشكى على مصر كما يقولون، ما زال بيدر عليها الدخل لليوم بالعمله الصعبه، واحنا صاحبنا ما زال بينهب البلد لليوم. فماذا فعل علي صالح لليمن؟ ما الذي فعله؟ غير انه استلم مدن صغيره وتركها تنمو تلقائيا وعشوائيا حتى اصبح لدينا مدن كبيره لكنها عشوائيه لا تستطيع ان تكتب فيها عنوان واضح لو حاولت تكتب عنوانك لشخص اجنبي ما تشترى ما تقول ومعظم المشاريع الخدميه الكبرى في عهده هي عباره عن هبات من الاشقاء والاصدقاء جامعات مستشفيات طرق جسور معظمها هبات اجنبيه من الكويت من هولندا من امريكا من كندا من السعوديه من الى اخره. فرعون ظلم بني اسرائيل واصدر قوانين بقتل مواليدهم الذكور. لماذا؟ من اجل حمايه مستقبل المصريين اصحاب الارض الاصليين لانه كما تذكر التوراه فرعون وجد خصوبه عاليه لدى النساء الاسرائيليات يعني ولادات. بينما النساء المصريات كانوا خصوبة ضعيفة قليلة وشاف أنه الإسرائيليين يتفوقوا على المصريين في الكثرة في العدد وسيؤدي إلى تكاثر يهدد التكوين الديمغرافي لمصر في المصطلح السياسي يعني كان بيحاول يخدم المصريين في كل الأحوال صحيح أنه ظلم الـ 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 الإسرائيليين لكنه كان على الأقل بيحاول يخدم أصحابه بني جلدته قومه وكان المصريون يتعاملون مع بني اسرائيل باعتبارهم من بقايا المحتل الهكسوسي، لانه ال ال الاسرائيليين دخلوا مع الغزو الهكسوسي في الاسره الخامسه عشره. وفرعون موسى كان موجود في الاسره التاسعه عشره. اي ان فرعون تصرف كما يفعل ترامب اليوم وغيره من المتطرفين الاوروبيين اليمين المتطرف الذين يحاولون الحفاظ على الهويه القوميه لبلدانهم من الاجتياح الاسلامي. طبعا مع فارق التجربه الحضاريه بين فرعون وترامب. اما علي عبد الله صالح فقد جاءته الوحده على طبق من ذهب وخرج من السلطه بعد ان مزق كل الاواصر بين اليمنيين. مش بس مزق الوحده نزعها من القلوب. فرعون خطيئته الكبرى هي ادعاء الالوهيه ما علمت لكم من اله غيري. لكن مع ذلك حتى هذه الخطيئة الكبرى كان فيها فرعون يطبق القانون لماذا؟ لأن القانون القانون في في مصر القديمة كان يعطي يمنح الحاكم الذي يستمر ثلاثين سنة في الحكم يمنح الصفة إله ورمسيس الثاني كان يعني حكم مصر سبعة وستين سنة يعني اله مرتين بهذا يعني الرجل كان بيطبق قانون كان رجل دوله يعني لان القانون المصري كما قلنا كان يمنح هذا الـ هذا الاستحقاق كان بيحاول يطبق قانون موجود قانون باطل قانون مش صح لكن كان بيحاول يطبق قانون اما علي عبد الله الصالح فقد عبث بالقانون والدستور والاعراف والاسلاف من اجل مصالحه هو ومصالح اسرته في السلطه هذه نقطة ثالثة أو رابعة لصالح فرعون. أخيراً هناك صفتان مشتركتان بين فرعون وعلي عبد الله صالح. الأولى أن كلاهما كان قائد مدرعات. طبعاً كان رمسيس الثاني كان قائد للفرسان والعربات. العربات في عهده هي المدرعات الآن. كان قائد للعربات والمدرعات في عهد والده. لما يعني كان والده سيتي سيتي الأول حاكماً. والثانية الصفة الثانية المشتركة بين الفرعونين هي المرونة المرونة مع الخصوم أيما كانوا حاكمين لكنها بالطبع مرونة ماكرة لا يعني ليست مرونة المتسامح الحكيم ولكن مرونة الحاكم الماكر لماذا؟ فرعون يسمح لموسى باستعراض حجته أمام الناس في مهرجان جماهيري كبير واسع هو يوم الزينة سمح له قال لي اختار اليوم اللي يشتيه للمناظرة وعلي صالح كان يسمح لمعارضيه بالثرثرة الديمقراطية على الجرائد لكن وقت الجد وقت الجد لما أصبح موسى تهديد حقيقي لفرعون وأصبحت الديمقراطية تهديد لسلطة علي عبد الله صالح ظهرت الشخصية الحقيقية للفرعونيين للفرعونين قال آمنت آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف تكوهم بالقناصات ولاصلبنكم في جذوع النخل امامكم طريق واحد البحر ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى حنوريكم كيف تكون المعارضه هذه نقطه اخيره بين الفرعونين ونترك الحكم لكم تقدروا انتم يعني من هو الفرعون الحقيقي أخيرا بالنسبة للحشود لا جديدة في الأمر من أيام رمسيس الثاني لليوم وإحنا في حالة تحشيد وتوظيف سياسي للحشود الفرعون يقول لموسى النبي هات حجتك وتعال نحتكم للجماهير ونشوف من عا اختار أنت اليوم اللي يناسبك للمناظرة بينك وبين السحرة أمام الناس أمام الناس كلهم في ميدان السبعين ميدان الزينة فرعون كان واثق أن المغفلين الذين يحكمهم لن يتأثروا بشيء وإلا ما غامر بطلب موسى للمناظرة هو يعني متأكد من أن جمهورا لا يتأثر بشيء مهما شاهد من معجزات أمام عينه لأنه ببساطة ممكن يقول لهم هذا سحر وموسى هذا كبير السحرة وسيصدقون على الفور سيصدقون لأن وعيهم في غيبوبة وإحساسهم بأدميتهم ميت وإحنا يعني شفنا كم الذين آمنوا بعد ما شافوا معجزة موسى كم عدد الذين آمنوا من من المصريين أو من المحتفلين في يوم الزينة بموسى ما أحد التاريخ لا يذكر أحد القرآن لا يذكر أحد كان موسى يعني كان فرعون واثق من أنه جمهوره يعني لا يمكن يتأثر والطريف أن موسى هذه نقطة طريفة موسى حين خير حين قيل له اختار يوم اختار يوم الزينه يوم للمناظره لماذا يوم الزينه؟ لانه يوم مدني يعني احتفال مدني ما هوش احتفال ديني يحتفل به المصريون بمناسبه الربيع وليس مناسبه دينيه والاطرف انه كان رحيما بالمصريين اكثر من فرعون لانه طلب ان ان يحشروا يعني يحتشدوا وقت الضحى وان يحشر الناس ضحى لماذا الضحى؟ لأنه في مثل ذلك الشهر كان شهر حار وموسى كان رفيقا بهم أراد أن يحتشدوا في وقت البرودة حتى لا يصيبهم الحر بأذى يعني موسى رحيم بالمصريين مع أنه ليس ليس مصريا ولا على دينهم بينما ملكهم ما كانت فارقة معه مثل ما يقولوا إن شاء الله يحرقوا بجاز هذا هو الفرق بين من يريد التغيير لصالح الجماهير والحاكم الذي يريد ان يبقى الى النهايه كيف ما كان الحال الى هنا تنتهي حلقه اليوم نرجو ان نلقاكم في الاسبوع القادم في امان الله